حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. نجاة مسؤول حكومي من الاختطاف بعد إيقافه موظفة في البنك المركزي بعدن. يذهبون يوميا على أقدامهم لمدة ساعتين للوصول إلى جامعة تعز. ومن أخبارنا المنوعة، عصابة من القرود تقتل رجلا في الهند رجما بالحجارة. أهلا بكم. لماذا توقفت معركة تحرير الحديدة اليمنية؟ يتساءل موقع يمن مونيتور ويجيب في تقرير أن معركة تحرير الحديدة لم تحظى بقبول من حلفاء التحالف الغربي على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها للحصول على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا وبدرجة أقل بريطانيا. ويرى دبلوماسي خليجي تحدث ليمن مونيتور أن الإمارات فشلت في انتزاع موافقة غربية لعملية تحرير الحديدة خوفا من تحولها إلى بؤرة اقتتال جديدة وتقديم نسخة جديدة من التفكك في المحافظات المحررة. ووفقا للموقع، فإن هناك متغيرين أساسيين ليس للقوة العسكرية علاقة بهما. الأول هو أن قوات التحالف فتحت جبهة بطول 70 كيلومتر على الشريط الساحلي بين الخوخة ومدينة الحديدة دون تأمين المحيط الجبلي. الثاني أن عدم حسم الحرب بسرعة في يونيو الماضي جعل الحوثيين يرتبون صفوفهم من جديد ويعيدون حفر الخنادق والمتارس ويؤسسون وجودهم في المدن الساحلية من أجل حرب شوارع، وهذه ستكون تكلفتها باهظة لقوات التحالف. معركة الحديدة جعلت الحوثي يستخدم آخر ورقتين يمتلكهما بما يخدمه عسكريا ويعزز بقائه على الأرض. هذا ما يراه محمد عبدالله القادري في مقاله المنشور في التغيير نت، متحدثا عن الأوراق الفاشلة لميليشيا الحوثي. الورقة الأولى الموارد البشرية للميليشيا، حيث كان هناك قيادات قبلية توالي الحوثي ولم يستخدمها الحوثي من قبل في جبهات تعز ونهم وغيرها، وقد جعلها في موقع الاحتياط حتى يأتي وقت الحاجة لها. وعندما انطلقت معركة الحديدة ووصلت قرب المدينة، استخدم الحوثي كل تلك القيادات الاحتياطية وجعلها تحشد وتتجه نحو الحديدة للمشاركة في المواجهات، وقد تم استنزاف الكثير منها على أيدي قوات الشرعية والتحالف العربي. كان يظن الحوثي أن تلك الموارد البشرية الاحتياطية ستمكنه من تحقيق الانتصار المطلوب، ومن خلالها يستطيع دحر الشرعية للخلف واستنزاف الكثير من جيشها، بما يحقق لها الضعف ويجعلها تحتاج لفترة جديدة تبني بها جيشا وتدربه لتعويض خسارتها في الموارد البشرية. ولكن ما حدث هو خسارة الحوثي لأغلب قواته الاحتياطية البشرية في معركة الحديدة، وأصبح الآن يعاني من ضعف كبير في هذا الجانب، ولم يعد هناك ما يجعله يصمد كثيرا وما يكفيه لخوض مواجهة قوية. الورقة الثانية الأسلحة البالستية، حيث أطلق الحوثي على هذا العام بأنه العام البالستي، ويطلق فيه أغلب أسلحته البالستية من الصواريخ التي حصل عليها عبر التهريب من إيران وجنوب لبنان، والبعض منها كانت موجودة في حوزة الجيش أوجدها الرئيس السابق واستولى عليها الحوثي عندما سيطر على صنعاء وقام بتطويرها عبر بطاريات وأجهزة وقطع مضافة منحته إيران. أطلق الحوثي الكثير من الصواريخ البالستية نحو المملكة العربية والإمارات ونحو مواقع الشرعية والتحالف في الحديدة بهدف تغيير كفة المعركة لصالحه وصنع نصر عسكري، ولكنه لم يحصل على مبتغاه من إطلاق تلك الصواريخ كونها باءت بالفشل وتم اعتراضها وتدميرها في الجو. من أولئك الذين يمكن رؤيتهم صباحا وهم يهبطون سيرا على الأقدام عبر طرق جبال صبر الوعرة ويصلون إلى تعز؟ وفقا لموقع المشاهد نت، فإن هؤلاء هم طلاب جامعيون من أبناء الريف. ويعنون موقع المشاهد نت
صبر، طلاب يقطعون مسافات طويلة لإكمال دراستهم الجامعية. يقول الطالب حسين علي للموقع: إن الظروف التي أنتجتها الحرب اضطرت لتوقيف القيد في كلية الهندسة بجامعة إب، وهو في المستوى الثالث تخصص هندسة مدنية، وقام بالتسجيل في جامعة تعز التي يذهب إليها سيرا على الأقدام لدراسة دبلوم محاسبة، حيث يمشي طريقا متعرجة ووعرة تمتد لما يقارب 8 كيلومتر ليصل إلى قريته المعلقة في أعالي جبل صبر. وإن هذه المعاناة جعلته يثابر أكثر في المذاكرة ليجني الحصاد بتفوقه وبتقدير امتياز. يقول الموقع أن الطلاب وبعد انتهاء يومهم الدراسي يبدأون رحلة العودة التي تتطلب من الدارسين ساعة ونصف الساعة أو ساعتين صعودا للجبل تحت شمس الظهيرة الحارقة. أعداد محلات الصرافة غير الرسمية في صنعاء وعدن كفيلة بتدمير اقتصاد مجموعة دول قوية، وليس دولة واحدة تعاني من كل مشاكل الاقتصاد. وفي اليمن وصل عدد المصارف المخالفة في عدن وحدها وفقا لموقع صحوة نت إلى أكثر من 105 محلات صرافة تعمل بصفة غير قانونية والنيابة تحيلهم للمحاكمة. وقال الموقع إن النيابة أحالت مكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي إلى القضاء للبت فيها. وقال وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبد الكريم العمراوي إن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلا بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار. وعن اللحظات الحرجة وكيفية الخروج منها يكتب أحمد عثمان مقاله في يمن مونيتور مضيفا: عبر التاريخ التعامل مع اللحظة الحرجة التي تمر بها الشعوب يحدد مستقبل ما بعد مرور اللحظة، وهي لحظة تاريخية صعبة تمر بها الشعوب. تعامل الناس في هذه اللحظة هو الذي يحدد ما بعد مرور الإعصار أو اللحظة الحرجة والصعبة التي تخرج الشعوب منها بتجارب تؤهلها إلى الصعود والتقدم وامتلاك تجارب ثرية وبزوغ قيم حضارية جديدة. في حالة نجاح هذا الشعب أو ذاك في التعامل مع اللحظة الحرجة أو المحنة، على أن فشلهم في التعامل يغرق الحاضر والمستقبل وتنشأ قيم سلبية أنانية مدمرة، تكون الخسارة مرعبة. ومن هنا تأتي أهمية كيف نتعامل مع أنفسنا في زمن المحنة واللحظة الحرجة. باختصار، نحن في فوهة المدفع كشعب وليس كأفراد أو جهات، وفي سفينة متهالكة وسط أمواج متضاربة الاتجاهات. فإذا استطعنا استشعار وضعنا الخطر فبإمكاننا تحديد تصرفاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين والتصرف كجسم واحد لمواجهة الأخطار التي لا تنتقي ولا تستثني أحد، لأن المستهدف هو السفينة الجامعة دائما. في اللحظة الحرجة يعمل الناس كفريق طوارئ واحد، وشغل فريق الطوارئ يكون أكثر وحدة وأكثر تماسكا وأكثر تحديدا وأبعد ما يكون من المكايدات البينية والشجار. والخناق على المقاعد الخاصة ومكان النوم وغرفة الطعام يكون ضربا من الجنون وخطر يزيد من خطر الأمواج والأعاصير، بل أخطر، لأنها تفقد الناس إمكانية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحاضر لصالح المستقبل. وهنا يكون من المصلحة إسكات المجانين ومن يثيرون الشجارات الصغيرة أو الرمي بهم خارج السفينة لو استعصى أمرهم، حتى لا يضيع الوطن في مهب الرياح والأعاصير الهوجاء. من هو موظف البنك المركزي في عدن الذي تتولى قوات أمنية حمايته بينما هو لا يبرح منزله عقب اتخاذه إجراء بسيط بحق موظفة في البنك؟ تقول القصة التي نشرها موقع عدن الغد تحت عنوان
فضيحة في البنك المركزي اليمني بعدن، إن مسلحين حاولوا اختطاف مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن لكنهم أخفقوا في ذلك بحسب مصادر عاملة في البنك. وقالت المصادر إن المسلحين اعترضوا طريق مدير عام الحسابات الجارية والموازنة في البنك المركزي علي الشعبي أثناء عودته من عمله، على خلفية قيامه بتوقيف موظفة في البنك وإحالتها إلى التحقيق. وأشارت المصادر إلى أن الشعبي تمكن من اكتشاف موظفة في البنك تقوم بنسخ كافة حسابات الحكومة والوزارات ومسؤولي الدولة ووزارة الدفاع والجيش والأمن إلى جهات أجنبية، وهو ما يعتبر خيانة وطنية. وعلى الفور قام الشعبي بإيقاف الموظفة وإحالتها للتحقيق ليتعرض عقب يوم واحد فقط لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين. يضيف الموقع: اضطر الشعبي إلى التزام مسكنه حيث تولت قوة أمنية تابعة للبنك حمايته، ورغم إبلاغ الشعبي للسلطات الأمنية بالواقعة إلا أن السلطات لم تحرك ساكنا. وقال مقربون من الشعبي لصحيفة عدن الغد إنه تلقى تهديدا يقضي بسحب الاتهام للموظفة والتكتم على الواقعة وإعادة الموظفة للعمل، ما لم فإنه سيتعرض للتصفية الجسدية. يمني ينافس على منصب رئيس حكومة ولاية ألمانية، هذا ما ذكرته صحيفة العرب الجديد، حيث يرجح تولي المرشح الرئيسي لحزب الخضر اليمني الأصل طارق محمد الوزير منصب رئيس الوزراء في ولاية هيسن التي تتحضر في 28 من أكتوبر الحالي لانتخابات برلمانية جديدة. وهذه النتيجة تضيق الطريق على مرشح حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحية الديمقراطي، ما يجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، وترجح توقعات إمكانية تحالف الخضر مع الاشتراكية اليساري، ما يجعل حظوظ طارق الوزير لتولي منصب رئيس حكومة الولاية مرتفعة باعتباره أكثر السياسيين شعبية في حزب الخضر. الوزير ولد عام 1971 في مدينة أوفنباخ الواقعة في ولاية هيسن من أب يمني وأم ألمانية، قبل أن ينفصل وهو في الثالثة من عمره. زار الوزير اليمن لأول مرة وهو في عمر 10 سنوات، قبل أن يقرر في العام 1987 وهو في سن 14 أن يستقر في صنعاء لمدة عامين. وفي صنعاء درس في مدرسة دولية وتعلم الإنجليزية والعربية، ليعود بعدها إلى ألمانيا ويستقر نهائيا مع والدته. النتيجة الطبيعية لليأس في صورته السالبة تقود في نهاية المطاف إلى تطبيع المأساة، وهذا أسوأ ما ستنتجه هذه الحرب من التشوهات التي ستلحق بالمجتمع أخطر النتائج التي قد تمتد لسنين طويلة. هذا مقتطف من مقال كتبه السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان، ونشره موقع الحرف 28، وجاء في أجزاء من المقال. تتحول الحرب في اليمن يوما بعد يوم إلى ملهاة بعد أن أفرغت شحناتها في لوحة من الصور الإنسانية المروعة، وبعد أن توقفت عند مفترقات لم يعد يسمح بتجاوزها لأسباب ظاهرها إنساني وباطنها شيطاني. ويتحول الحديث عن وقفها إلى أضحوكة حينما يتم التغاضي عن جذر المشكلة التي أشعلت الحرب. بتعبير آخر، لم تعد القضية اليمنية والحرب يثيران ذلك الاهتمام القديم على الصعيد الدولي إلا في حالتين، حينما يتعلق الأمر بالجانب الإنساني وحينما يتقدم الجيش الوطني لاستعادة المواقع الاستراتيجية من أيادي عصبة الإنقلابيين، كما حدث ويحدث مع الحديدة. في الحالتين يهب المجتمع الدولي ليتحدث عن السلام فيما يشبه صحوة مدخم أوقظ من تعصيلة بعد وجبة دسمة. بسبب هذا الوضع الذي يراد فيه إدخال القضية اليمنية غرفة التبريد، فإن توحش عصبة الإنقلاب يزداد ليعمق المأساة الإنسانية على أكثر من صعيد. يتجسد جانب من هذا التوحش فيما تمارسه عصبة الإنقلاب من سلوك طائش وغير مسؤول تجاه عملية السلام، والتمادي في رمي اليمن إلى أحضان تاريخ من الخرافات اللاهوتية المنشئة لمنظومة فكرية وسياسية متطرفة تجعل الحكم حكرا في يد جماعة مجندة للفتنة وسفك الدم بذريعة حقها المزعوم في الحكم، مع ما يرافق ذلك من قمع لكل إرادة تقف ضد هذا المنحنى الغرائبي في الاستيلاء على السلطة. تتوسع بيئة التوحش تلك مع غياب استراتيجية متكاملة لمقاومة الانقلاب واستعادة الدولة. اجتاح غضب عارم مواقع التواصل الاجتماعي كما قالت شبكة البي بي سي بعد انتشار مقطع فيديو لرجل
يقتل امرأة في مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا والخاضعة لسيطرة المعارضة. ويظهر الفيديو فتاة قيل أن اسمها رشب سيس تتعرض لإطلاق نار كثيف من بندقية شخص قيل إنه شقيقها، لكن وسائل إعلام لبنانية قالت إنه قريبها وليس شقيقها. وأفادت تقارير أن الضحية دون 18 عاما، ويظهر الفيديو الفتاة بجانب حائط وقد وقف شخص يحمل البندقية ويصوبها تجاهها، ثم يبدأ بإطلاق النار بعد تحريض صوت في الخلفية. وأضاف موقع المدن اللبناني الإلكتروني أن الشرطة بدأت التحقيق في الجريمة وأصدرت مذكرة اعتقال بحق الرجل الذي ظهر في الفيديو ينفذ الجريمة. وبعد انتشار فيديو القتل بشكل كبير عبر الإنترنت، بدأ مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان حملة للتنديد بما يطلق عليه جرائم الشرف، وانتشر رسم لفتاة مع تعليق جريمة اللا شرف على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة. لم يكن عجوز هندي يعرف أن نهايته ستكون يوما على يد عصابة من القرود المتمردة التي اتفقت على قتل هذا المسن الذي كان يمارس عمله أسفل شجرة بإحدى القرى في الهند. هكذا علق موقع دي دبليو الألماني معنونا: عصابة من القرود المارقة تقتل رجلا رجما بالحجارة. كان دهرامبال سينغ البالغ من العمر 72 عاما يجمع قطع الخشب الجاف بجوار الشجرة في قرية تكري بولاية أوتار براديش الهندية، وأثناء تأديته عمله فوجئ بمجموعة من القرود تقذفه بالحجارة من فوق الشجرة بطريقة عدوانية. ووفقا لما ورد في موقع إكسبريس الإخباري البريطاني، توفي الرجل المسن في وقت لاحق عقب وصوله المستشفى بسبب إصابات بالغة في الرأس والصدر والساق. وأفادت الشرطة بأن القرود قامت بجمع ما يقرب من 20 حجرا من مبنى قديم بالقرب من تلك المنطقة وهاجمت بها العجوز وأردته قتيلة. وذكر موقع صحيفة إنديا توداي أن تلك الواقعة تعد هي الأحدث في سلسلة الهجمات العنيفة والسلوكيات الخطيرة للقرود في الهند، وهو الأمر الذي دفع أقارب سينغ وأصدقائه لتقديم شكوى للشرطة. ومع ذلك فإن هذا النوع من القرود يعتبر من الأنواع المحمية، ما يعني أن السلطات لديها خيارات محدودة للسيطرة على عدوانيتها. ومن صحيفة الديلي تيليغراف صور منوعة اخترناها لجولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. تقول رسوم الكاريكاتير ما لم تقل آلاف الكلمات، وتوصل رسائل أبلغ بمجرد النظر إليها وقراءة الأفكار التي تتضمنها. مجموعة من الرسوم نتابعها في كاريكاتير اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.